بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه معجزة لطيفة أحببت أن تتعرفوا عليها حول العسل في القرآن. العسل ذكر مرة واحدة فقط، دعوني أبحث عن كلمة عسل في القرآن لنجد أنها ذكرت مرة واحدة. ونحن هنا نستخدم الرسم الأول للقرآن كما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني هل يستوي هذا الذي يتنعم ويتلذذ بأنهار من الماء والعسل وهذه الخمر التي لا تذهب بالعقول، ليست كخمر الدنيا، خمر لذة للشاربين؟ طيب، مثل هذا الذي يغفر له الله ويكرمه الله بالنظر إلى وجهه الكريم، هل يستوي هو وشخص آخر خالد في النار ويسقى من ماء حميم يقطع الأمعاء، هل يستويان؟ سبحان الله، أكثر الناس للأسف تقول له هذه المعلومات ثم يذهب ويلقي بنفسه في النار. سبحان الله، هذا من أغرب يعني ما تراه حول هذا المخلوق وهو الإنسان. الله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلا الإنسان ظلوم وجهول. أيها الأحبة، العسل ذكر مرة أخرى في سورة النحل، ولكن لم تستخدم كلمة عسل بل كلمة شراب. دعونا نبحث عن النحل في القرآن. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. سبحان الله، ذلل الله الطريق وذلل الله جمع الطعام لهذه النحلة، زودها بكل البرامج في دماغها لترى بالتصوير البطيء، لتستطيع التحليل، تستطيع أن تنتقي من الأزهار ما يعجبها، ما هو مفيد لنا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. إذن العسل هنا ذكر بصيغة شراب، لم يقل يخرج من بطونها عسل، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الحقيقة أيها الأحبة، معجزة اليوم ستكون حول شيء عجيب في عالم النحل، وهو عدد الكروموزومات. النحلة فيها 16 زوجا من الكروموزومات. إذن عدد كروموزومات النحل 16 مضروبا في 2، لأنها يعني عبارة عن أزواج، بينما في ذكر النحل عدد الكروموزومات 16 صبغيا فرديا، أما هنا الصبغيات مزدوجة، يعني 32، 16 مضروب في 2 32. كما تلاحظون معي أيها الأحبة، الله عز وجل وضع هذه الآية هنا في سورة النحل التي رقمها 16، يعني
النحل ورد مرة واحدة في القرآن فقط. كان من الممكن أن توضع هذه الآية في أي مكان، ولكن الله اختار لها رقما يتناسب مع العلم أن هذه السورة نزلت في مكة. على فكرة نزلت في مكة، يعني في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل أمر نبيه أن يضع سورة النحل بالرقم 16 ليتناسب هذا العدد مع عدد كروموزومات النحل، لأنه هو الذي أنزل القرآن وهو الذي خلق النحل ويعلم ما فيه سبحانه وتعالى. العجيب أيها الأحبة أن هناك علاقة بين سورة النحل وسورة محمد صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها كلمة العسل. انظر معي أخي الحبيب، هذه كلمة عسل، سنعيد عرضها مرة ثانية، موجودة في سورة محمد، ولكن سورة محمد رقمها 47. ظاهريا يظن الإنسان أن هذا العدد ليس له علاقة بعدد كروموزومات النحل، ولكن الحقيقة لو نظرنا نظرة مختلفة للأمور سنجد أن له علاقة مباشرة بعدد كروموزومات النحل. انظر معي أخي الحبيب، دعني هنا أذهب لسور القرآن. الآن أنا أعرض أمامك سور القرآن من الفاتحة إلى الناس، 114 سورة. انظر معي لو قمنا بعد السور من سورة النحل، أنا سأنزل سورة سورة هكذا، وهنا يعطيني عدد السور المحددة. هنا النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد. انظر معي أخي الحبيب كم عدد السور المحددة من سورة النحل، حيث ذكر العسل أول مرة باسم شراب، إلى سورة من سورة النحل إلى سورة محمد حيث ذكر العسل صراحة. عدد السور كم؟ 32، هو عدد كروموزومات النحل. لأن التي تقوم بصناعة العسل هي النحلة الأنثى وليس الذكر، الأنثى هي التي تصنع العسل. فالله عز وجل عندما يعني رتب سور القرآن جعل سورة النحل تأتي بالرقم 16 الذي هو عدد كروموزومات النحل الزوجي، وسورة محمد 47. عدد السور من النحل إلى محمد عليه الصلاة والسلام بالضبط 32 سورة، اللي هو 16 في 2 اللي هو عدد الكروموزومات الفرد 32، أو 16 ضرب 2 الزوجي. يعني انظر معي إلى هذه اللطيفة القرآنية. لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول سبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.